ولنظرة نقدية متخصصة على أداء قناة الرافدين خلال 15 عاما الماضية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني بعد 15 عاما على انطلاق قناة الرافدين، إلى أي مدى التزمت المهنية في طرحها الإعلامي أستاذ حسين؟ يعني بالبداية نهنيكم على ذكرى 15 لانطلاقة الرافدين. نعم. وميز الرافدين الحقيقة هو الثبات في الموقف والرؤية مبكرا. نعم. يعني هي لم تغير ولم تبدل في رؤيتها منذ 94، يعني في رؤية العراق ما بعد 94. نعم. والميز الأهم من هذا وذاك أنها حاولت بقدر المستطاع في هذا البحر المتلاطم من الطائفية والمحافظة أن تشق طريقا وطنيا جامعا، ونجحت إلى حد ما في يعني الوصول إلى هذا المبتغى. نعم. بالرغم من أنه الإعلان الموتور في العراق الذي يتراوح بين إعلام طائفي وإعلام فاسد وإعلام سلطة وإعلام ميليشيات، نعم، في الأغلب الأعم كان يحارب هذا الاتجاه بكل ما أوتي من قوة ومحاولة شيطنة هذا الاتجاه، والرافدين كانت في قلب العاصفة من هذا الموضوع. يعني مما يؤكد على أن الرافدين كانت يعني تفعل فعلها في الشارع العراقي. نعم. والحقيقة يعني بغض النظر تتفق أو تختلف مع وجهات نظر القناة في بعض المراحل كمراقب كإعلامي كمواطن، نعم، إلا أنه لا يسعك إلا أن تحترمها. يعني تحترم مهنيتها ووطنيتها وتحترم حياتها في ظل هذا النظام السياسي البائس. نعم. يعني هي لم تسلم ولا ليوم واحد لهذا النظام السياسي في أي شيء، وسبق الكثير من الفضائيات والشخصيات والتيارات التي عارضت لفترة من الزمن ثم انساقت مع النظام السياسي الراهن ثم تلونت إلى آخره من هذا المجال. طيب. فيسجل للرافدين هذا الموضوع، ونتمنى عليها أن تستمر في ذلك وتوسع دائرة، سيما وأن اليوم العراق يعني سقط في هذا النظام السياسي، سقط أخلاقيا النظام في العراق، سقط اقتصاديا، فقط سياسيا، فقط بمنظور الناس. والرافدين واكبت هذا السقوط وحللت هذا السقوط قبل أن يبدأ، ووقفت إلى جانب الناس في الشارع في تظاهرات. نعم. وكانت مبكرا تقف إلى جانب كل الحركات الوطنية في الشارع العراقي. نعم. في هذا السياق أستاذ حسين، الرافدين ومنذ انطلاقها آلت على نفسها حمل قضايا العراقيين والمستضعفين أيضا في كل مكان. يعني هي لم تهمل القضايا العربية والدولية، لكن هل نجحت الرافدين في حمل تلك الأمانة من دون إفراط ولا تفريط؟ يعني أنا الحقيقة بهمني في الرافدين أن تكون في الصوت العراقي، لأن الوضع العربي كثير معقد وسيظلم الرافدين في تداخلاته. هي حملت قسم من هذا الموضوع. نعم. وهي لا تستطيع أن تجدف في بحر عربي يمتلك وسائل إعلام هائلة وقدرات وإمكانيات هائلة، في أغلبها مدجن ومسيس ومنحاز، يعني ليس مهنيا، وأنت تدرك هذه المسألة. وبالتالي الرسالة الأولى يعني للرافدين كانت في العراق. أما الرسائل الأخرى الجانبية في الوضع العربي، فأعتقد أنه لن يكون بمقدور الرافدين أن تجدف في هذا الواقع العربي المرير مع كل تعقيدات الأزمات ومع كل تعقيدات الطرف الآخر المالك للنفوذ والهواء والجو والفضاء وكل الكتاب. فنتمنى على الرافدين أن تتابع القضايا العربية يعني بحيادية زايدة وموضوعية أكثر قيادة، وتقلل من هذا الشأن على حساب الشأن العراقي، لأنه اليوم العراق هو محور القضايا العربية الحقيقة. بالضبط. نعم. يعني العراق بدأت الأزمة في الوطن العربي بانهيار الأمن الإقليمي من خلال انهيار العراق، كان سدا وكان لاعبا إقليميا يجمع الحالة العربية حتى الرديئة منها كانت تخشى العراق، ولم تكن لتجرؤ أن تمارس هذا السلوك السياسي المهين يعني في معظم دول التبعية العربية قبل أن يجتاح العراق.
وبالتالي التجديد في هذا المجال صعب على الرافدين، يعني الله يعينها على هذا الجانب العربي والعام. طيب أستاذ حسين، وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني. نعم. وقفات ممتازة، وكانت في خندق المقاومة الفلسطينية، ولم تكن مع خيارات التسويات المهينة والتسويات الأخرى، وهذا يسجل للرافدين يعني من خلال هذه السنوات طيب الطويلة. نعم أستاذ حسين، الأمانة التي حملتها الرافدين يعني أدخلتها دائرة الاستهداف من قبل الميليشيات في العراق، لكن هل تعتقد أن الميليشيات بإمكانها أن تمرر ممارساتها واغتيالاتها المادية والمعنوية على وسائل الإعلام الرافضة لممارساتها؟ أرى بالتأكيد لا. بالتأكيد لا، بس يعني اليوم الرافدين يفترض أقوى من أي وقت مضى، لأنه في صحة لإطروحاتها السياسية في الشارع العراقي. نعم. أنها يعني حرضت ضد النهج الطائفي ولم تتبنى هذا الموضوع، وحاولت أن تكون بمستوى عالي من الحياد المذهبي وإلى آخره. نعم. يعني أنا أدرك حجم الضغوط وحجم التناقضات وحجم المشكلات وحجم الآراء السائدة، لكنها نجحت إلى حد جيد في هذا الاتجاه، وبالتالي هذا يؤذي الميليشيات ويؤذي الآخرين. الميليشيات والمحافظة تود من الرافدين أن تصبح قناة بالضبط، يعني هنا قناة الفرات وهنا قناة بدر وهنا قناة العهد، يجب أن تكون الرافدين قناة طائفية شبيهة. وأنا أعتقد نجحت إلى حد كبير يعني في أن تتجاوز هذا الاصطفاف. نعم. اضطرت على أن تمسك باصطفافها العراقي، وهذا نعم. جيد، وأتمنى عليها أن تواصل التمسك بهذا الموضوع. نعم. نعم أستاذ حسين، تفكر بين الفينة والأخرى بهذا الاتجاه. نعم. لن يثبت إلا هوية البلد وهوية الناس الوطنية وهويتها العراقية، وبخلاف ذلك كل ذلك زبد يعني سيتلاشى وسيزول. نعم. من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.